أنهت البورصة المصرية التعاملات على تراجع جماعي للمؤشر بضغوط مبيعات أجنبية، وتراجع رأس المال السوقي 17 مليار و700 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 724 مليار و399 مليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فتراجع مؤشر إي جي إكس 30 اليوم بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 11240 نقطة. أيضا انخفض مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة إي جي إكس 70 بنسبة 52% ليغلق عند 1921 نقطة. أيضا امتدت الانخفاضات لإي جي إكس 100 الأوسع نطاقا وانخفض بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 2897 نقطة. ننتقل بعدها إلى أسواق العملات، حيث تمانت أسعار العملات أمام الجنيه المصري. ليسجل الدولار الأمريكي سعر شراء وصل اليوم إلى 18 جنيها و27 قرشا، بالنسبة لسعر البيع 18 جنيها و37 قرشا. عن اليورو 20 جنيها و3 قروش، وسعر البيع 20 جنيها 15 قرشا. نصل الجنيه الإسترليني 23 جنيها 96 قرشا بالنسبة لسعر الشراء، وسعر البيع 24 جنيها و10 قروش. نبدأ بالدرهم الإماراتي بالنسبة للعملات العربية، والذي وصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيهات 97 قرشا وسعر البيع 5 جنيهات. أما عن ريال السعودي فوصل سعر الشراء اليوم إلى 4 جنيهات 87 قرشا وسعر البيع 4 جنيهات و89 قرشا. أما عن أسواق المعادن النفيسة، تراجعت أسعار الذهب أكثر من 1% لتصل إلى 1934 دولارا و61 سنتا للأوقية. أما على الصعيد المحلي سجل عيار 18 نحو 840 جنيها، في حين لمس عيار 21 السعر اليوم 980 جنيها، ووصل عيار 24 السعر إلى 1120 جنيها، في حين سجل الجنيه الذهب سعر وصل إلى 7840 جنيها.